شكرا السيدة الوزيرة على هذا العرض القيم، وفي الحقيقة عرض متكامل عندما نقوله. غير هو احنا كساكنة مدينة مراكش جينا اليوم باش نهضروا على مشاكل حقيقية اللي كيعاني منها القطاع السياحي في مراكش، بما فيهم الناس ديال النقل السياحي، المرشدين السياحيين، الناس اللي دوك الحلاقيه في جامع فنا، موالي الكواتشه، وواحد القطاع اخر اللي هو ما مذكورش كاع في هاد المشاكل ديال السياحه، اللي هما وكالات كراء السيارات ووكالات السياحه. السيده الوزيره، ما جيناش باش نلوموك، لانه جيتي في وسط الجائحه تلوموا الحكومه السابقه الله يسمح لها اللي ما دبرتش مزيان هذا القطاع، وكنطلبوا منكم السيده الوزيره تبذلوا جهد وجهد كبير بالنسبه لهاد الناس هادو، لانهم مهمشين ومكرفصين وباعوا حوايجهم وتكرفصوا وداو لهم الابناك السيارات ديالهم، وفي الحقيقه يعانيوا مشاكل كثيره. بالنسبه للسياحه حتى حاجه ما خدامه في مراكش، كل شيء واقف. حاجه وحده اللي خدامه، حنا مغاربه نهضروا بصراحه، هو قضاء الاسره. كل شيء تطلق، لانه كل شيء كان عايش بالسياحه. ما عندهمش باش يخلصوا المدرسه لولادهم، خرجوهم من المدارس وتكرفصوا بزاف. فنرجو السيده الوزيره ديروا بعين الاعتبار هذه الفئه من الناس اللي في الحقيقه مضرورين بزاف. وشكرا السيده الوزيره.